ناصر عضو اللجنه الوطنيه للضحايا امتحان المحاماه اليوم كما ترون الاخوان والمرصبين بامتحان المحاماه يقومون بخطوه نضاليه تصعيديه غير مسبوقه متمثله في الاضراب المفتوح عن الطعام كما عينتم الحاله ديالهم حاله جد حرجه وجد متدهوره لانهم مضربون عن الطعام اليوم في اليوم الرابع ديالهم والحاله ديالهم لا تبشر بخير لان لان نشتناهم كيدخلوا في كاين اللي كيدخل في غيبوبه كاين اللي كيطيح ليه هي واحد الحاله اللي طلبت منا غير ما مره انه نستدعيو سياره الاسعاف وتنقلنا رفقه اربعه افراد للمستشفى فاذا به نجد ان الحاله ديالهم من خلال التشخيص حاله خطيره والاطباء يصرون على انه هاد الناس الى ما توقفوش على هذا الاضراب عن الطعام فره المصير ديالهم مصير اللي غيكون غي كارثي والاطباء لمسنا داك التعاطف ديالهم وراينا الدموع في اعينهم هم الممرضون لان هاد الحاله الانسانيه وهاد الحاله الحرجه اللي وصلوا ليها هاد الناس كما كيما كتشوفوهم راه حاله يعني أقل اقصى شي حاجه ممكن يوصل لها الانسان بعد ما وصل لواحد المرحله كبيره ديال الياس لان هاد الشباب اللي كانوا كيامنوا انه كاينين مؤسسات وكاين قانون وحنا في دوله اللي ما اننا نرجعوا لواحد الممارسات الماضويه مثل هذه المهزله وهذه الفضيحه ديال المحاماه اللي كانت واحد الوازعه سياسيه وعائليه كبيره اللي كان شعارها اللي باه لاباس عليه واللي قرى ولدو في كندا واللي عنده القدره انه يقرئ في الخارج راه هو اللي غادي هو اللي غادي يدوز هو اللي في المناصب العليا هو اللي غادي ياخذ المهن القانونيه والقضائيه لذلك كنقولوا الهيئات السياسيه الهيئات الحقوقيه انهم يجوا يشوفوا هاد الناس يجوا يشوفوا المطالب ديالهم العادله اللي ما كيطالبوش بالريع ما كيطالبوش بالتوظيف المباشر ما ما كيطالبوش بان شي واحد يعطيهم شي حاجه او اللي يمن عليهم شي حاجه كيطالبوا فقط بفتح تحقيق نزيه وشفاف تترتب عنه محاسبة كل المتورطين في الفساد الذي طبع امتحان المحاماة ثم أن هذا الامتحان يتعاود في ظروف التي تضمن تكافؤ الفرص والشفافية والمساواة بين جميع أبناء هذا الوطن وخصوصا أبناء الشعب اللي تم تهميشهم مقابل ابناء النافذين سياسيا وابناء النافذين في المهن القانونيه والقضائيه في وزيعه كانت تريد اسكات كل المتواطئين، لذلك كنقولوا ان راه هاد ابناء الشعب ان كنتم تراهنون على الوقت وعلى ان هذا الشيء زبعه في فنجان راه لمده شهرين ونحن نناضل، لمده شهرين ونحن نحتج، لمده شهرين ونحن نقف امام البرلمان اللي هو المؤسسة التشريعية ونقف أمام وزارة العدل اللي هي ضمن الحكومة وضمن السلطة التنفيذية واللي كانت مسؤولة على هذا الفساد اللي كان ضده وكان نقول السيد وزير العدل انت خرقت القانون وحاميها حراميها لذلك لا يمكن أن تكون خصما وحكما ولا يمكن أن نقبل كطلبة وخرج القانون الضغط الذي تمارسه على القضاء والذي تسيء به للمؤسسات وتسيء به لاستقلالية السلطه القضائيه عن السلطه التنفيذيه ضاربا عرض الحائط الدستور ديال 2011 والمكتسبات التي جاءت اليوم كنقولوا معنا رفاق ورفيقات معتصمين ومعنا ناس اللي ما تمكنوش انهم يحضروا وناس اللي ما قدروش يجلسوا لان المقر ضيق ولان العدد تقريبا يتجاوز 15 المضرب عن الطعام فكنقولوا الا إيه وقع شي واحد من هاد الدراري هادو من هاد المرصبين هادو ولا قدر الله شي حاجة اللي تقدر تأدي الصحة ديالهم أو للحياة الحياة ديالهم فتحملوا المسؤولية ديالكم وحنا راه ما احتجينا واحتجينا وماشي كانت غايتنا هي الاحتجاج من أجل الاحتجاج حنا احتجينا من ضد الفساد وضد الخروقات وضد الحيف والحقرة اللي طالتنا وضد هاد الحقرة اللي زرعت اليأس في أبناء الشعب المغربي اللي زرعت اليأس في مجموعة ديال الكفاءات اللي عندهم شواهد عليا اللي معروفين يعني بتحس العلميين العلمي اللي معروفين بمجموعة ديال الأمور اللي كتبت الكفاءة ديالهم والجدارة ديالهم بالعشنا هذا 22 سنة طالبة باحثة في تلك الماستر واحدة من المصابين قصرا في امتحان الآلية مزاولة مهنة المحاماة الكل متبع متبع المستجدات ديال القضية ديالنا اللي هي قضية فساد بامتياز فاليوم من بعد 53 يوم ديال النضال 53 يوم حنايا كنديروا الاجراءات اللي خصها الدار 53 يوم حنايا كنديروا اشكال نضاليه سلميه ما كنلقاو حتى شي جواب جميع المؤسسات ديال الدوله متواطئه ومتقاعسه مع 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 مسؤولين فاسدين فالطلبه فقدوا الشغف ديالهم فقدوا الصبر فقدوا الامل في مؤسسات الدوله وقرروا انهم يضحوا بحياتهم في المره الاولى حنا كنا رافضين هذه الفكره بيان سور حيت الحياه الزمراء ديالنا عندنا اهم من هذه القضيه ممكن نخسروا جوله ولا جوج في المعركه ولكن المعركه ديالنا كامله غنتصروا بها حيت في الاخر كلمه القضاء غتقال كل وغتقال لصالح ديالنا ولكن الزمراء ديالنا من بعد هذه المده كامله ما مبقى. يقنعونا. قال لك انا ما نعيش بدون كرامه وما عنده الحق. والطلبه اللي اليوم يضرب عن الطعام الكل كيعرفهم، والكل شاهد لهم بالكفاءه، وكيفاش يستحقوا منات المحاماه، وكيفاش تفنوا في الترافع امام الملأ على الملف ديالنا، إلا درجه على ان اي واحد يولي يسوق فيه في الشارع يقول لك الخروقات الشكليه والموضوعيه وتجاوز السلطه ويدوي معك بالفصول. الفصول. فاذا به اليوم في اخر الوقفات ديالنا كنا كنتعرضوا للعنف من طرف الشرطه، من طرف رجال السلطه. وهذا راه مخالف تا راه خالفوا الدستور ديالنا في الفصل 22 حتى شي واحد ما عنده الحق انه يعامل شي معامل غير إنساني وعنيفه فهمت واش يعاقب عليه القانون فلهذا هذا ما كيزيد الا يخليهم يزيدوا يسعدوا فاحنا اليوم حاولنا اننا نقنعوا الزملاء وباقي كنحاولوا نقنعهم ولكن راه قنعنا واحد المجموعه كبيره حتى العدد راه كان يكون اكثر من هكا ولكن عاد 15 اليوم را هاد 15 مضرب اليوم راه بالعكس عاد ما غاديين يسعدوا راه كاينه منهم اللي دابا اليوم ولاو باغيين يديروا اضرب عن الطعام والشراب عرفتي ملي كنقول لك اضراب عن الطعام والشارب. يعني تلتيام. ممكن ما انا بيان سور انا ما نخرجش نقول لكم راهو ماتوا حتى لا قدر الله حتى ما نقدرش نقولها ولكن راه هذا هو اللي يكون المصير ديالهم فتصور ملف حنايا ملف اللي كنا نبداو به نوتخ كارييغ في, في المحاماه غير يولي هو وقيله الملف اللي غادي نسالوا به حنايا كاع من هذا الشيء كامل ويا نموتو يا نمشيو للخارج راه 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 را هذا را الشيء حرام وحسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس وكنبغي نقول لهم هاد الملف ما غاديش نتنازلوا وما غيوقعوا حتى شي حاجه للزملاء ديالنا حتى راه غتكون را را الكارثه هذيك راه غتكون سابقه خطيره على ان واحد من خيرات الشباب الوطني يموت بهذه الطريقه هذه يموت حتى انت ما بغيتيش تعطيه حقوق يموت على ان حتى انت ما بغيتيش تفتح له تحقيق حنا اليوم كدوا على ملف فساد كامل كبير متورطين فيه مسؤولين من كل مؤسسه الدوله ومازال الدوله العمومية ما بغاش تحرك من نهار 5 في الشهر حنا كنحطوا الشكايات لدى الوكيل العام لدى محكمه النقد والى يومنا هذا 27 فبراير مازال الدوله العمومية ما تحركاتش اكزاكتومون البارح نقلنا جوج الزميل المضرب عن عبد الرحيم ووحدة الزميلات كذلك في حالة حرجة للسبيطال اللي عايشة بتمارة فإذا به في الليل كانت على أن الزملاء كيتصلوا بنا تم نقل عبد الرحيم حتى الحالة دياله تقرافات كتر للسبيطال ديال السويسي فاليوم عاوتاني مع الساعه الصباح نتفاجأ على ان امين وزميل اخر من المضربين على الطعام مشاو هما في حاله حرجه للعيشه يعني راه ما بقاش بزاف راه واللي كيزيد ما زاد عطينا بلة وعلى ان زملاء منا كما قلت لكم باغيين يديروا اضراب عن الطعام والشراب فاحنا ما قنعناهمش تراجعوا حتى الاضراب عن الطعام فراه ما يمكنش واحد الحاله النفسيه ولينا عايشين بسبب مسؤولين راهم عايشين الحياه وعلاش حيت المؤسسات المؤسسه ديال الدوله متواطئين معاهم وفتحوا لينا تحقيق نزيه وشفاف وكذبونا فتحوا تحقيق واش هاد الحجج كامله ما, ما هو غير الا كانوا شبهات فخصك تفتح تحقيق فماذا به هذه الحجج كامله اللي كنعطيوكم فرر كارثه انك تولي تشوف طالب قانون اللي عنده غير نظري يقارع المسؤولين بالحجه الحجه والدليل الدليل والمسؤولين كيواجهوا بهذه الطريقه هذه وبلاد الحق القانون وفي 2023 والمشكله لان الزملاء ديالنا دابا غادي يموتوا وما زلنا في سبات عميق فهمت ان هاد الدوله شنو كتسنى واش ولات الروح رخيصه لهذه الدرجه واش ما الانسانيه لهذه الدرجه واش ولينا بصح ما بقاش الحق لهذه الدرجه انا جلاله الملك احنا عارفين الحاله الصحيه ديالو سي احنا حنا متاكدين ان القضيه ديالنا ما, ما وصلتش ليه وحتى التظلم اللي درنا للديوان الملكي متاكدين انهم حجبوه على على الس... على جلاله الملك وان شاء الله غادي يتدخل من على انه يتدخل في الوقت المناسب ما يكونش في الوقت شي مات شي واحد فينا حنا ما بقيناش اصلا باغيين هاد القضيه حيت كاملين غتكون نفس الخطوه اللي غناخذوها مرة الزميل ديالنا والقنوات الوطنيه لا ما كتعطيناش حق الرد جايب لنا السيد الوزير بالتصريحه ديالو وهو يقر عن نفسه انه خرق القانون ان وحنا اللي كنقول لك الحجه الدليل على الفساد ما كدوزناش علاش باش 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 ماشي الشعب كامل يساق الخبار فرح شو حنا راه ما غاديش نتنازلوا ما غاديش نسكتوا وسوسه الزملاء ديالنا دابا كيموتوا راه ما غاديش نسكتوا غادي واي حاجه ممكن نديروها غادي نديروها ولا كان الموت هو زعما الاخيره ديالنا فاحنا يا على علينا غادي نموتوا شو هذا حتى شرمت نفسها بالوطن وحنا كنقولوا الحق وساكتوا عن الحق الشيطان اخرس ونقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فحال ديما هذه هي ختام الكلمه وشكرا لكم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديرو جيم